مرحبا، دخول الإماراتية شركة سعودية رائدة بصناعة العطور والبخور بتراث إماراتي أصيل. بدأنا طبعاً 2015، في عام 2018 أنشأنا متجرنا الإلكتروني، في عام 2020 أنشأنا مصنعنا الخاص. كان هدفنا في عام 2023 أننا نتجاوز 100 فرع، والحمد لله حققناها قبل انتهاء السنة. في عام 2024 كان هدفنا التوسع في الشرق الأوسط أو دول الخليج. بعد نهاية 24 بإذن الله راح يكون التوسع دوليا. طبعا المشاركة بالمعرض كانت جدا رائعة، خصوصا أنها راح تساعدنا بالانتشار دوليا بإذن الله. شركة عبد الغني هي شركة عائلية رائدة وعريقة في قطاع الذهب والمجوهرات، حيث أنها تمثل النموذج المكتمل للشركات، جمعت ما بين تصنيع وتجارة الذهب والمجوهرات، وأضافت أيضا إنشاء المختبر الخاص بتحليل عيارات الذهب، وإنشاءت مركزا للتدريب لنقل المهنة ونقل الخبرة بسلاسة وتفاني. وقد وضع حجر الأساس لصناعة الذهب والمجوهرات جدي رحمة الله عليه عام 1901، وقام بافتتاح أول محل في مكة المكرمة عام 1932، وأكمل من بعده والدي ونحن وأبناؤه في التوسع وتواجدون بالمعرض للتعرف على السوق الأوروبي ولتعريفهم بصناعتنا، وأيضا للانتشار وإيجاد شركاء جدد في مجالنا.